رد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن واجبه الانتخابي، حيث صرح بأن المؤسسات الديمقراطية في الجزائر وأن هذا مكسب لنا جميعا ولكل المواطنين، ونتمنى أن تفرز هذه الانتخابات عن اختيار الأشخاص المناسبين. كما قال أن الذين سوف يتكفلون بإعطاء نفس جديد في تسيير الجماعات المحلية وبلوغ مستويات النمو الذي نرجوه جميعا حتى نخرج من بؤرة التسيير الغير العقلاني. التسيير الغير عقلاني الذي المحلية في ما سبق، وطبعا هذا يتوقف، هذا الفارق يتوقف على اختيار الكادر البشري الذي سوف يحدث هذه الطفرة التي نتمناها جميعا. فهنيئا للجزائر، وأدعو جميع مواطنينا للتوجه